اهلا وسهلا. اليوم كاينين فيديوهات غير باش نعطيكم توضيح على هذه القضيه ديال الدرابو المغربي. كيقولوا لنا كيبغيو يعقدوا المغاربه، كيقولوا من الدرابو صوبوا اليوتي المغرب صوب اليوتي وهذا الشيء سنتوليش، هادو ان نو بوس فيغ ليكستريميزم. حنا كنفتخروا بتاريخ المغرب من ادريس الاول الى يومنا هذا، والموريش هو رمز القوه ديالنا، النجمه الثمانيه رمز القوه ديالنا، ولكن هما بغاو يتبناوها باش ينوضوا واحد الفئه متطرفه تهاجم حتى الجزائريين والمغاربه. ولكن المغاربه اللي موريش اللي عندنا هنايا ما عندهمش هذا الهدف، كيبغيو بلادهم بصدق وكيبغيو بلادهم بقوه، ولكن بغاو يدخلوهم ويسيروهم والون تيرم يوليو يتحكموا فيهم ويديروا لنا الفوضى في البلاد، تولي المغربي لو توليرون مضارب مع المغربي ليكستريميست. هذا هو اللي كيقصدوا لي. اما بالنسبه لي انا عارف الناس متشبتين بالعالم ديال المغرب وشاد ديال الرمز ديال القوه اللي هو رمز الموريش، اللي هو رمز من رموز القوه ديال الامبراطوريه المغربيه. اذا ما يحاولوش يلعبوا لكم على لكم ابراهيمي كيقول لا با دي تو، غير هو كاين هناك تلاعب خفي من تحت، لانهم يعني ديما اهداف ديالهم خبيثه، كيستغلوا المواطن المغربي قبل ما يستغلوا المواطن ديالهم، كيبغوا يستغلوا راه تغروا بناس كبار، غروا بهم ودخلوا عندهم وحاولوا يديروا عده انقلابات وعده انتفاضات، وراك شو اخر ضحاياهم اللي وقعوا في الشمال، وقبل ضحاياهم اللي وقعوا في الصحراء واللي وقعوا في بولميما واللي وقعوا عدد كبير. باردون راني خدام المره كندير بوز. دونك موا انا بالنسبه لي صافي بليزير نشوف المغاربه يبغيو البلاد ديالهم بجنون مزيان، حتى حنا كنبغيو بلادنا بجنون، ولكن ردوا بالكم يستغلوكم هذاك الجنون وانكم كتبغيو بلادكم ويبقاو يهضروا لكم على العالم ديال اليوطي وحيد العالم حيد. هذه اللي كنصحكم منها. حنا كنفتخروا بقوه الموريش وكنحتفروا بلابارتونونس ديالنا والانتماء ديالنا والانتماء والاصل المؤصل ديال المغرب ديال الامبراطوريه الشريفه المغربيه، ولكن ما يتلعبوش بهذه اللعبه، لان غادي يبغيني يوجدوا لنا واحد الجيل. انا كنعلمكم وكنقول لكم وجدوا راسكم لهذه الحمله اللي باغيين يديروها ضد عالم المغرب، وبغيو يدخلوا هما ماشي حبا فيكم، هما كيعرفوا ان الموريش هو رمز قوه المغرب، ولكن غيخلقوا واحد الجروب ولا جروبيسكيول كما داروا مع الاتحاديين داروا مع الاسلاماويين اللي غادي يحاول يحارب المغاربه. وهي راه كلشي ممكن معاهم لانهم كيخدموا على لون تيرم، كيخدموا على المدى البعيد، راه 60 عام هما كيفورماتيو شعبهم. راكم شفتوهم راه نجحوا، تلقى في فرنسا زايد في فرنسا تهضر معاه يقول لك الصحراء ماشي تاعكم، تلقى عنده 10 سنين 12 عام يقول لك الصحراء ماشي تاعكم وانتم تبوسوا لي الدين. دونك حنا خصنا من دابا نعبئوا المواطن سواء عنده انتماء للموريش ولا غير الموريش، يبقى او ميم طو يحافظ على لا كونتينيتي ديال الامبراطوريه المغربيه. لان المغرب لافونتاج اللي عنده سي با زيلين ديسكونتيني، ماشي خط غير متصول اللي جاي دوبل. راك عارف الطوموبيل الا كان خط متصول ما دوبلش، ما كانش متصول سي لاني الي كونتيني انتردي دو دوبلي، واخا ما كانش بلاكا الا كان لاني ديسكونتيني تي بو دو دوبلي. دونك المغرب حتى واحد ما يقدر يدوبليه في ليستوار ديالو باسكو لاني الي كونتيني الي كونتيني. هذا هو الكونسيل اللي كنقول لكم، وتبارك الله عليكم نمشي نشوف اليوم عندنا النتون واسكار فينو غيمشي الشهر كامل، وكون بريفي مازال ندير فيستيفال ترامب، رانا هادو شي وحدين قال لك ما ديرش ديال ترامب، كاين اللي ما يبغيش ترامب، كاين انا نعرف شنو غادي ندير. وديما التكريمات ديال الفنانه غادي يبقى كيما كان النوع ديالهم، فهمتي عندنا كاع لا ليست ديال الفنانه. وكنقول لكم المغاربه حاولوا تردوا البال، باغيين يخلقوا بيناتكم تفرقه، هذا وطني اكثر من الاخر، وهذا كلنا وطنيين بحال بحال سيغ لو مام بي ديغاليتي، سواء اللي عنده الرمز متشبت بالرمز ديال الموريش، سواء اللي متشبت بالرمز ديال العلويين، راه سي لا ميم شوز. هذه امبراطوريه خط متصول ما عمرها حبست، واخا جات فرنسا وجاو لي اسبانيول وجاو لي بورتوغي، ما عمر المملكه حيدت من المغرب، جامي دو لافي. اون جيري توت لي سيتياسيون، المغرب الى جا اليوم يجيري. هما كيقول لنا انتم راكم حقه مع السيافه و70% شداها فرنسا، وهذه الدعايه اللي طالقين باش ياتيريو هاد الناس، يستغلوا حب الوطن اكسيتيفمون اللي هو قوي اكثر من الاحساب، وكيدخلوا الفكره انه يحارب المواطن المغاربه اللي شويه متساهلين. وهذا هو اللي كنلاحظ فيه دابا، كيقول لك هذا اللي جاي يدخل بلاد مدرعه، هذا يدير لا اتونسيون اتونسيون، راه المغرب عاش على هذا الانفتاح. المغرب كان فيه لو تريونغل دور اللي كان في سجل ماسا ارفود، فهمت؟ كان تماك كاع التجار ديال العالم كيمشيو تماك،
المغرب كان ابوه ديالو مفتوح على المغرب، مشاو المغاربه على رجليهم حتى لدكار، مشاو للحج على رجليهم. المغاربه نشروا الاسلام بلا سيوف غير بالمعامله، المغاربه خداو البيعه من عده امم ماشي دول، غير بالمعامله، غير بالدين، غير بالمعامله، ماشي بالسيوف كما كيشهروا ليها المغرب هذا. وهذا غير نصيحه كنقول لكم، ردوا بالكم، ما كانش فرق بين مواطن ومواطن في حب والتعلق مع هذا البلد، كل شيء بحال بحال، غير ما بغيناش هادو يديروا لنا نفس القضيه اللي داروا مع بن بركه، وداروا مع اليوسفي، وداروا مع بن نونه، وداروا مع سميتو ياسين، داروا بزاف ديال الامور اللي داروا معاهم. المهم الماضي فات، الماضي فات خلاوها ناس غيوان، وصححنا غير بزاف اخطاء، وسياسه التناوب حكمت، ودوزنا الربيع العربي بخير وعلى خير، والحمى العربي اللي ها تبانت النتائج ديالو اليوم، وشوف الناس كيفاش عايشين، عشنا بلا غاز بلا بترول، داروا علينا عده حصار، تحامت شحال دوله افريقيه تحامت علينا، وشحال دوله لاتينيه، وشحال دوله شيوعيه تحامت علينا، وشحال ديال العراقيل التجاريه والعراق الاقتصادي، حنا باقيين حيين، حنا باقيين، حنا راه حنا باقيين هنا، ومازالين حيين ومازال نزيدو القدام. لا فرق بين مغربي ومغربي، ردوا بالكم، لا فرق بين مغربي ومغربي، اللي خطا نسامحوه، ولا خطا نطلب منكم الاعتذار. ما كانش فرق بين المغاربه كاملين، حنا مغاربه تحت رايه واحده، تحت رايه واحده، وما كانش واحد وطني اكثر من الاخر، لا اعتبر وطني فوق الاخرين، ولا اهدد اي احد. شوف كاين قانون، كاين قانون، المخالفة اللي دارها غادي يأدي عليها، تامينيس، المخالفة اللي دار شي مخالفة غادي يأدي عليها، حافظوا على بلادكم، وحافظوا، شوف كل واحد من جهته يوعي هاد الشباب بالارتباط بهذا البلد، يقرا مزيان، ويبغي بلاده مزيان، لأن ما عندكش غير وطن غير المغرب، ما عندكش أمة غير الأمة المغربية، وما يدخلوكمش. أما أنا سي فوفولي كو جو ديسباغيس، ما نبقاش نبان في اليوتيوب، راه غادي نحيد، ما عنديش مشكلة، عندي ما يدار. النهار اللي يقولوا لي المنخرطين، لي زابوني يقولوا لي إبراهيم كلهم سوسيفي. ما عنديش ايميسيون عند الدوله كما كيبينوها، كيقولوا راه الداخليه وراه الحموشي، راه ما كاين والو، راه ما كاينش هذا الشيء نهائيا. ارتاحوا مع راسكم، جو نو سوي با لا بور فيغ لاسبيون ولا فيغ. الدوله راه كان عندها شغلها، عندها الناس اللي خدامين معاها. الدوله لها رجالها، الامن عنده الرجال ديالو، كاع ما تخافوا. راه قلت لكم رجعوا قطر، راه عندها قطر، عندها تقدر تخدم معاها الموساد، وتقدر تخدم معاها الاف بي اي ولا الجلاسيه، يعيطوا للمغرب، والاف بي اي كيستعان بالمغرب، الموساد كيستعان بالمغرب، الكار جي بي ديال روسيا يستعان بالمغرب، كل شيء كيستعان المغرب، هو لا باز ديال الامن، البق ما يزهق. اللي يبغي بلادو يبغيها افيك موديراسيون، وما بغيناش المغاربه يتفرقوا يديروا، حنا كنوضحوا الامور، وما كنعاتبوا حتى واحد، وما كنسبوا حتى واحد، وما كنعيروا حتى واحد، نوضحوا الامور. انا راني دبت، عيطت للصحفي ورا ليا البطاقه ديال الصحافه ديالو، وكنوضحوا الامور، بنادم يرجع للصواب ديالو، لان معايا انا جوني غيان بيغت، نحيد من اليوتيوب وراني عندي الفن ديالي وعندي الرياضه ديالي، ترمينيس، هادشي كنقول لكم، تبارك الله عليكم، بون جورني.